إذا كانت الأطفال وإذا كانت الناس البالغين أو الشباب، وبالتالي نحتاج إلى تكاتف كل جهود من أجل النهوض بواقع الشباب، وأكيد وزارة الشباب تتحمل العبء الأكبر، ونتمنى أنه طبعا هي تسعى، ولكن الظروف المحيطة أو الظروف اللي يعيشها البلدية اللي تكون حائل دون أن تقدم الخدمات كاملة للشباب، وبنفس الوقت هناك أيضا كسل وقصور من ناحية المجتمع، وكسل وقصور من ناحية بقية المؤسسات، لأن النهوض بواقع الشباب يحتاج أن تكاتف كل مؤسسات الدولة بغض النظر عن توجهاتها، إضافة إلى تكاتف المجتمع معها من أجل النهوض بواقعهم وإيصالهم إلى بر الأمان، كونهم هم جيل المستقبل وهم يعني القاعدة الأساسية لكل بلد. فالشباب دائما يطالب ويطالب ويطالب، وهذا من حقه نقدر نقول، باعتبار الحكومات والقائم على هذا العمل نقول ما لبت مطالب الشباب، يعني نهائيا ولو فرد 10% كل ما وجدنا هذا. فالشاب من حقه يطمح، وهو هذا حقه، يعني نقدر نقول حقه اللي هو حق الفرد من النفط. فأكو هناك قصور من قبل الحكومات ومن الجهات الداعمة والراعية، واللي لاحظناه يعني ما متواجد. بالنسبة للمؤتمر كان مؤتمر ناجح جدا، لأنه يتكلم عن شريحة جدا مهمة بالمجتمع وهي شريحة الشباب. أفضل وأركز على الشباب لكونهم الفئة الأساسية، شباب مبدأ، شباب يحب التغيير، شباب إلى طموح أنه يبني. لهذا أناشد الحكومة العراقية بالأخص الاهتمام بهذه الشريحة من الشباب. التقى